ذلك فإن تعريف الحرب الناعمة هو التالي، وأنا إن شاء الله أقول التعريف وأحاول أحلل الألفاظ الموجودة في هذا التعريف. حرب غير عسكرية، لأنه عادة ما تكون الحرب ما يطلق عليها حرب تكون عسكرية ذات ترسانات، هذا مجموعة من الأسلحة عنده وهذا عنده مجموعة من الأسلحة، لكن هذه الحرب حرب غير عسكرية، حرب تهدف إلى تغيير الهوية الثقافية للعدو. الإنسان اللي أنا أشوفه عدوي أريد أن أغير هوية الثقافية. شلون؟ إحنا ديك الليلة قلنا أن من سماتنا ومن سمات هويتنا وجود القدوة، القدوة الحسيني، القدوة الزينبية. فأنا إذا أردت أن أنا أغير ثقافتك راح أغير قدواتك، أغير طريقة اختيارك للقدوة. بدل ما يكون القدوة بالنسبة إليك هو الحسين عليه السلام، وبدل ما يكون القدوة بالنسبة إليك هي زينب، راح أخترع إليكم قدوات، هذين القدوات ينسونكم الحسين وينسونكم زينب. وحينما أنت تنسى هذه القدوات التي مفروض تتبعها زينب والحسين وتؤمن بالقدوات اللي أنا اخترعتها إليك، راح بالتالي تتخلى عن كل شيء يتعلق بالحسين وكل شيء يتعلق بزينب، وراح تؤمن بكل شيء يتعلق بالقدوة اللي أنا اخترعتها. أجي إلى لاعب من اللاعبين، هذا اللاعب الشيء اللي يتميز فيه بس طريقة لعبه، لكن أقدمه أنا إلى الناس على أنه شعره بعد حليو، السيارة اللي يركب فيها سيارة متميزة، الساعة اللي يلبسها ساعة متميزة، الشراب اللي يشربه شراب متميز، ماكينة الحلاقة اللي يستخدمها متميزة. فأنت إذا تنبي، إذا أنت معجب بهذا اللاعب حقيقة، الشيء اللي يخليني معجب فيه هو طريقة لعبه فقط، لكن أنا استغليت كل شيء متعلق في حياته وجيت أسوقها إليك. فأنا قدمت إليك هذه القدوة، على هذا المستوى احنا نقول إن هذا غزو ثقافي، لكن لما أقدم إليك طريقة حياة هذا اللاعب أنه لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى مثلا، أو أن هذا اللاعب ليست لديه غيرة، أو أن هذا اللاعب جسمه مليء بالأوشام، أو أن هذا اللاعب ولا يؤمن بزواج في أطر دينية، وهذا اللاعب كثير الخيانات إلى زوجته. عادة ما تنعكس هذه الأمور أيضا على من يشجعونه ومن يعتبرونه لهم قدوة، هم في جانب معين، لكن أنا شملت جميع الجوانب. زين.